احنا اليوم الحمد لله يعني الجزائر اصبحت بلد يعني توفر على كميه انتاج من الكهرباء نظرا لكل الاستثمارات من طرف الدوله الجزائريه. كما تعلمون الجزائر عن طريق مجمع سونلغاز تصدر كميه كهرباء يوميه الى اشقائنا من تونس، يعني الدوله الشقيقه تونس تتعدى 500 ميجاوات. هناك دراسات اليوم اللي نزيد نصدروا ان شاء الله لاشقائنا من ليبيا، هناك دراسات مع بلدان أجنبية إن شاء الله، وين عند إتمام الدراسات هناك قرارات من الدولة الجزائرية، الدولة الجزائرية راح تقرر تصدير الكهرباء إلى البلدان. احنا إن شاء الله راح نحسن من الخدمة العمومية، هي أولوية الأولويات، راح نربط المستثمرين الفلاحيين بالكهرباء، مناطق المعزولة ومناطق النشاطات الصناعية، هذه أولوية الأولويات. يعني اليوم خدمة عمومية جيدة ينعم بها المواطن في الجزائر.